يستعد الركن الأساسي للطائفة السنية في لبنان لمعركة تجديد دماء تتمثل بانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية التي دعا إليها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في 21 الأول المقبل. تكمن أهمية هذا المجلس بأنه يجمع النخبة من العلماء وأصحاب الاختصاص السنة، وتشكل قراراته توجهات المرجعية الدينية المتمثلة بدار الفتوى. وتكمن أهمية الانتخابات المرتقبة بأن المجلس المنتخب سيكون ضمن الهيئة الناخبة التي ستختار مفتي جديد للجمهورية مطلع عام 2025. في الأول من آب فتح باب الترشيح لاختيار 24 مرشحاً للانتخاب، وثمانية أعضاء يتم تعيينهم من قبل المفتي دريان، وسيغلق باب الترشيح نهاية الدوام يوم السبت في 2 أيلول المقبل. يوزع المنتخبون من أعضاء المجلس 32 على الشكل التالي: 8 أعضاء من محافظة بيروت، 8 أعضاء من محافظة الشمال، 4 أعضاء من محافظة الجنوب، عضوان من محافظة جبل لبنان، وعضوان من محافظة البقاع. ولاية المجلس تمتد إلى 4 سنوات، وتتألف الهيئة الناخبة للمجلس من مفتي الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العامل، رؤساء مجالس الوزراء السابقين، الهيئة التشريعية والتنفيذية العاملون، نواب ووزراء، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، رئيس وأعضاء المجلس البلدي من المسلمين السنة، وثلة من المشايخ والأئمة والقضاة الشرعيون والمدنيون. فما هي مهمة هذا المجلس وما هي أهمية الانتخابات القادمة؟ المهمة الأساسية هو مؤازرة مفتي الجمهورية اللبنانية لتنمية العقارات الوقفية، لزيادة الاستثمارات، لتحسين أوضاع الأئمة والخطباء المساجد، للعناية بالمؤسسات التابعة لدار الفتوى، تنميتها، الإشراف على موازناتها وعلى قطع الحساب فيها، بمعنى هو الهيئة الرقابية على هذه المؤسسات. لسنا طائفة صغيرة في لبنان، ونحن أساس لبنان وأساس المنطقة بهذا الشرق العربي والإسلامي. والانتخابات هي مرحلة مثل بقية المراحل التي مرت في تاريخ الإفتاء، الانتخابات دورية. هذه الانتخابات أعادت الحديث عن عودة لنفوذ آل الحريري من بوابة دار الفتوى، إذ تشير معلومات سبوتشوت إلى أن المستقبل سيدعم شخصيات معينة في بيروت، وهو اليوم بصدد جوجلة الأسماء، وسيشارك مع الرئيس نجيب ميقاتي بدعم شخصيات في طرابلس. أما في صيدا، إذا كان هناك انتخاب فلن يتحالف المستقبل مع الجماعة الإسلامية، أما إذا ذهبت الأمور إلى تزكية الأعضاء فستمنح الجماعة عضواً. وفي هذا الإطار علم سبوتشوت من مصادر مطلعة أن اللوائح ستتوزع في بيروت على الشكل التالي: لائحة مدعومة من المستقبل، لائحة تتضمن أسماء مدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، منها اسم عضو المجلس الحالي محمد دندن، لائحة مدعومة من شخص من آل الأدهمي، وهي لائحة محسوبة على سرايا المقاومة، وهذا ما وصفته الأوساط بأنه محاولة توغل لحزب الله بالجسم السني. أما الجماعة الإسلامية فستدعم شخصيات موزعة على عدة لوائح، والجماعة بالمناسبة طاحشي بقوة بحسب المصادر. مصادر مقربة من الرئيس فؤاد السنيورة أفادت عبر سبوتشوت أن كل ما يشاع عن تدخل السنيورة بانتخابات المجلس الشرعي ودعمه لأسماء هو غير صحيح، وما يحكى عن معركة مع المستقبل هو الصناع لمعركة وهمية، والسنيورة يتمتع بعلاقة ممتازة مع المفتي ولا تربطه أي علاقة مع أي من أركان المستقبل حالياً. في وقت تشير مصادر أخرى لسبوتشوت إلى أن السنيورة لا يريد أن يظهر تدخله، وهو ليس على علاقة جيدة مع المفتي. أما عن عمل المستقبل فتؤكد أوساط مطلعة لسبوتشوت أن أمين عام التيار أحمد الحريري والسيد أحمد هاشمية على تنسيق تام بما يخص الانتخابات، ويعملان بتوجيه من الرئيس سعد الحريري. وتنقل الأوساط عن أن الأرجحية في الهيئة الناخبة المؤلفة من حوالي 1000 شخص على مستوى لبنان تميل إلى المستقبل، إلا أن اليوم تسعى الجماعة الإسلامية والسرايا لخرق بيئة المستقبل، وتحديدا في بيروت التي تشكل أم المعارك. في وقت يهمس البعض أن المفتي يدعم شخصيات المستقبل، فما صحة هذا الأمر وماذا عن التدخلات السياسية في الانتخابات؟ سماحة مفتي الجمهورية، أنا أؤكد لك أنه على مسافة واحدة من الجميع. سماحة مفتي الجمهورية هو أخ للجميع وأب للجميع، وهو رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وأي عضو سينجح في المجلس الشرعي فسيكون تحت رعاية مفتي الجمهورية حكما. الانتخابات ليست لها طابع سياسي وإنما طابع اجتماعي وخدماتي، هذا لا يمنع مطلقا من أن تأتي بعض القوى السياسية وأن تدعم هذا الفريق أو ذاك الفريق، لكن في إطار الخدمة العامة وليس في إطار أن تكون هذه اللائحة
أو هذا العضو جزء لا يتجزأ من الجماعة أو من التيار أو من هذا الفريق السياسي أو ذاك. تبقى أبرز أهمية للمجلس الجديد هي أنه سيشارك في انتخاب المفتي الجديد كما ذكرنا، إذ أن كل عضوين في المجلس يحق لهما ترشيح شخصية لمنصب المفتي، والمجلس هو جزء وازن من هيئة انتخاب المفتي الجديد. وعلم سبوتشوت أن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الشيخ دريان هي رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، المفتش العام للأوقاف الإسلامية في دار الفتوى الشيخ الدكتور أسامة حداد، الشيخ الدكتور يوسف إدريس، وأمين الفتوى الشيخ أمين الكردي رغم صعوبة الإجماع على اسمه سياسيا. في وقت ترى أوساط مطلعة عبر سبوتشوت أن احتمالية التمديد للمفتي دريان هي احتمالية واردة إذا كان المفتي يقبل بذلك. المجلس الشرعي طبيعي هو حكما أحد أو إحدى المجموعات العاملة لانتخاب مفتي الجمهورية القادم، لكن ما يطرح الآن عن انتخاب مفتي الجمهورية القادم هو سابق لأوانه. مفتي الجمهورية لا زال الحمد لله بصحة جيدة ويمارس كافة مهامه الرسمية الشرعية والإدارية والوطنية بصورة عامة، وموضوع انتخاب مفتي الجمهورية غير مطروح على الساحة اللبنانية باستثناء بعض القوى أو بعض المواقع التي توهم الناس أن هناك معركة للانتخاب للمفتي الجمهورية، وفي الحقيقة لا يوجد هناك معركة في الأساس، لأن هذا الموضوع بالأساس هو سابق لأوانه. إذن نحن على موعد مع أسابيع مليئة بالاتصالات والاجتماعات المكثفة قبل تنصيب المجلس الجديد الذي سيكون له دور فاعل في توجيه السنة في المرحلة المقبلة. فهل تعتبرون أنه سيختلف عن المجالس السابقة؟ شاركونا تعليقاتكم.